السلام عليكم أعزائي الطلبة، أسأل الله أن تكونوا وأهليكم في أتم الصحة والعافية، وندعو من الله أن نستطيع تجاوز الأزمة لنعود من جديد إلى مدرستنا الحبيبة ونلتقي بكم وأنتم بألف خير. أحبتي، نكمل درسنا لمادة العلوم للصف السادس الابتدائي في موضوع الطاقة الكهربائية، حيث تعرفنا في الدرس السابق على مصادر الطاقة الكهربائية ودرسنا عن أول مصدر وهي البطارية، وعرفناها بأنها مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية وتصنع بأحجام مختلفة مثل بطارية السيارة وبطارية جافة، ويتكون داخلها قطبين أحدهما سالب والآخر موجب. وتعرفنا أيضا كيف تكون حركة الشحنات الكهربائية، تنتقل الشحنات السالبة من القطب السالب إلى القطب الموجب لها عبر السلك الموصل. إذا كيف تنتقل من السالب إلى الموجب عبر السلك الموصل. وعرفنا أيضا التيار الكهربائي، عرفناه بأنه حركة الشحنات السالبة عبر سلك موصل في مسار مغلق ويقاس بوحدة تسمى الأمبير، وعرفنا الأمبير. نستأنف درسنا لهذا اليوم بالتعرف على المصدر الثاني للطاقة الكهربائية، وهي محطات توليد الطاقة الكهربائية. نفتح الكتاب على صفحة 153 أحبتي ونتابع معا. ثانيا، محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتكون نوعان: أولا، محطات تستخدم الوقود الأحفوري. اثنين، محطات تستخدم الطاقة المتجددة. يجيني سؤال: ما هي أنواع محطات توليد الطاقة الكهربائية؟ نكتبها. سؤال: ما هي أنواع محطات توليد الطاقة الكهربائية؟ وهي اثنين: محطات تستخدم الوقود الأحفوري ومحطات تستخدم الطاقة المتجددة. محطات توليد الطاقة الكهربائية، تشيد عادة هذه المحطات بالقرب من مصادر الطاقة الأساسية، ومن ثم تنقل الطاقة الكهربائية التي تنتجها هذه المحطات إلى مناطق الاستهلاك، يعني تجينا إلى المنازل والمصانع. عن طريق ماذا؟ عن طريق أسلاك التوصيل. وتتنوع هذه المحطات بحسب نوع أو مصدر الطاقة الذي تستخدمه، وراح نتعرف على أنواع محطات توليد الطاقة الكهربائية. أولا، محطات تستخدم الوقود الأحفوري، من اسمها الوقود الأحفوري. تعريفها: محطات حرارية تستخدم الوقود الأحفوري كالنفط والغاز الذي يعمل على تدوير المولد الكهربائي. أحبتي، المولد الكهربائي راح نشوفه موجود في الوقود الأحفوري وفي الطاقة المتجددة، لأن المولد الكهربائي جهاز يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. تعريفه مهم: المولد الكهربائي جهاز يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. تعريف المولد هو من التعاريف الوزارية. نجي نشوف هنا الصور كيف تقوم المولد الكهربائي. مراوح المولد الكهربائي تندفع بقوة البخار لتقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. النوع الثاني من محطات أنواع محطات توليد الطاقة الكهربائية هي محطات تستخدم مصادر الطاقة المتجددة. شنو أنواع الطاقة المتجددة اللي درسناها بالسنة الماضية؟ تعرفنا عليها. نستخدم هذه المحطات مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة الرياح وطاقة المد والجزر وطاقة أمواج البحر، إذ تستثمر هذه الطاقات جميعها طبعا ما عدا الشمسية لتحريك شنو؟ مراوح المولد الكهربائي. مراوح المولد الكهربائي، قلنا المولد الكهربائي شي سوينا؟ الذي يعمل على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، كما هو مبين في الشكل المجاور. هنا نشوف المحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من مياه الشلالات، هذا المولد الكهربائي، يحتوي على مراوح. هذه المراوح تتحرك
تتحرك بحركة المياه لتقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية لنستطيع استخدامها. أما الطاقة الشمسية فلا تحتاج إلى مولد كهربائي، فيمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية مباشرة باستخدام الخلايا الشمسية وتخزينها في بطاريات خاصة. أحبتي عندي أفكر وأجيب، ما مراحل إنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات الحرارية؟ الجواب راح يكون يتم تسخين المياه باستخدام الوقود الأحفوري، ثم يستفاد من طاقة البخار في تحريك المراوح المتصلة بالمولد الكهربائي، فتتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية كما هو موجود في الشكل الموجود أمامنا. تسخن، يقوم بتسخين المياه، باستخدام شنو؟ الوقود الأحفوري، ومن ثم يستفاد من طاقة البخار في تحريك مراوح المولد الكهربائي الذي يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. التفكير الناقد، لماذا لا يمكن استعمال الكهربائية الساكنة لتشغيل الأجهزة الكهربائية في المنزل؟ لماذا لا نستطيع استعمال الكهربائية الساكنة؟ إذا تذكرون في السنة الماضية عرفنا الكهربائية الساكنة التي تتولد عن طريق زيادة في الشحنات على الأجسام بطريقة الدلك. فهل تستطيع هذه الكهربائية الساكنة تشغيل الأجهزة الكهربائية كالتلفاز وغيرها؟ الجواب كلا، لأن الأجهزة الكهربائية لتشغيلها تحتاج لتشغيلها إلى كهرباء باستمرار، والكهربائية الساكنة لا تتحرك ولا تدوم مدة طويلة. أحبتي، درسنا لهذا اليوم إلى هنا، الواجب تحضير صفحة 153، ودمتم سالمين.